قبيل أذان المغرب بأقل من الساعة، جولة مفاجئة للمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء إلى ميدان عبد المنعم رياض، وتحديدا بموقف سيارات الأجرة بالميدان للتأكد من تطبيق التعريفة الجديدة للركاب بصورة سليمة. كلنا مع بعض هنبني بلدنا، صح ولا لا؟ هنقعد نقول جينا، لا ما جيناش على الشعب، ده احنا بنعمل كده عشان الشعب. ربنا يقويك، صح ولا لا؟ كل سنة وانت طيب. كل سنة وانت طيب. الفلوس يا ولاد مش هنتداين، كنا هنتداين لفين؟ يعني ينفع ناخد فلوسنا ونتداين عشان نشتري بنزين ولا نقسم العملية على بعض؟ نقسم العملية على بعض مش كده، تمشي عشان الواد ده يتعلم كويس. بس يتوجد يا ريس، مش لاقيين البنزين. هنشوف ده، دي سهله ان شاء الله هيتوجد، هندخل معدات البنزين وهنشوف. ما هو في ناس بتستغل. محلب اكد للمواطنين ان الزياده هي 10% لاجره الركاب، وحث السائقين على الالتزام بالأجرة ومراعاة المواطنين. احنا مدين فرصة، لو ما تزبطتش ليه قانون؟ والناس عارفة ان ده اجراء ضروري والناس هتتحمل. ايوه بس ما فيش استغلال، بس ما كويس ان انت بتقول ان انت فاهم والحكومة قادرة انها تحط كل واحد، بس ما فيش فئة تستفيد على حساب الفئة التانية. هنا بقى دور الدولة ودور الحكومة بقى، ولا اي حد استكيل.